أهلا بكم. قال رجال أعمال من أوروبا أن السلطات الحكومية في العراق طرحت مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 30,000 طن من الرز. وأوضح رجال الأعمال أن موعد إغلاق المناقصة سيكون في 5 أيلول، على أن تظل العروض سارية حتى 15 من الشهر نفسه. هذا ويؤكد اتحاد الجمعيات الفلاحية أن زراعة الرز في العراق شهدت تراجعا كبيرا في الأعوام الأخيرة، والسبب يعود إلى أزمة المياه التي تعاني منها البلاد، إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المتردية التي يعيشها العراق منذ 2003. قالت لجنة المالية البرلمانية أن سيطرة الأحزاب الكردية على المنافذ الحدودية هي السبب وراء التدهور المالي الذي تعانيه الحكومة في بغداد أثناء إعداد الموازنات المالية العامة. أضافت اللجنة أن مافيات مرتبطة بالأحزاب الكردية ما زالت مسيطرة على المنافذ الحدودية وواردات نفط كردستان العراق، وترفض إلى اليوم دفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية للحكومة في بغداد. يشار إلى أن غالبية المنافذ الحدودية في العراق تسيطر عليها ميليشيات مدعومة من إيران وجهة سياسية متنفذة. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود زيادة بلغت أكثر من 1,620,000,000,000 دينار في الموازنة المخصصة لكردستان العراق كرواتب للموظفين والتعيينات الجديدة. وأوضح عضو لجنة النزاهة خالد جواد أن موازنة العام الحالي للبلاد شبه الكثير من اللغط ولم تقسم بشكل عادل بين بقية المحافظات، مضيفا أن اللجنة سجلت العديد من الملاحظات على الموازنة من ناحية توزيع المشاريع والمخصصات وحتى إعلان المشاريع وإطلاقها. أطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية. قال المكتب الإعلامي للمصرف إن الدفعة الجديدة صرفت لأكثر من 2900 موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية، مشيرا إلى أن مبالغ السلف تراوحت بين 5 ملايين و25 مليونا. قال مجلس محافظة ذي قار إن هناك أكثر من 400 مشروع مدرسي متوقف في المحافظة. وأوضح عضو المجلس شهيد الغالبي أن ذي قار بحاجة إلى 750 بناية مدرسية جديدة لإنهاء مشكلة الدوام المزدوج، لا سيما أن هناك 106 مدارس طينية في المحافظة، إضافة لعرقلة بناء أكثر من 110 مدارس. وتعاني الكثير من المحافظات من نقص كبير في الأبنية المدرسية وانتشار المدارس الطينية من جراء عدم وضع الحكومة لحلول جذرية للقضاء على هذه المشكلة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.